مع استمرار التصعيد ضمن المنطقة العازلة بين قوات النظام السوري من جهة والفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية من جهة أخرى، تستمر أعداد الخسائر البشرية بالارتفاع. المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق مقتل أكثر من 30 شخصاً خلال 24 ساعة في المنطقة العازلة جراء القصف المستمر والاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المسلحة. ففي محافظة إدلب فقد 6 مدنيين حياتهم بينهم 4 أطفال جراء قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام على مناطق متفرقة بريف المحافظة الجنوبي الغربي. وفي محافظة حماة قتل 14 عنصراً على الأقل من الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية في مناطق جبل شحشب وسهل الغاب وكفر نبودة ومحاور أخرى في ريف حماة الشمالي الغربي خلال الغارات الجوية لطائرات الروس والنظام في تلك المناطق. كما أفاد المرصد بمقتل 10 عناصر من قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها جراء قصف واستهدافات، بالإضافة لاشتباكات مع الفصائل المسلحة والهيئة الإرهابية في ريفي اللاذقية وحماة. في الأثناء واصلت الطائرات الحربية التابعة للروس والنظام شن الغارات الجوية على مناطق متفرقة في ريف إدلب الجنوبي وريفي حماة الشمالي وشمالي الغربي، بالإضافة إلى استهداف محور كبانة وجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي بعدة غارات. القصف الأعنف لقوات النظام تركز على بلدة كفر نبودة شمال حماة في محاولة لاستعادة السيطرة عليها عبر تمهيد بري وجوي مكثف مترافق مع محاولات على الأرض لم يكتب لها النجاح حتى اللحظة. المرصد السوري نقل عن مصادر محلية أن الغارات على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي تعمدت إحراق الأراضي الزراعية، حيث اشتعلت النيران في مئات الهكتارات التي يعتمد عليها أهالي المنطقة في إعالة أسرهم.